هتخلص يا عم مجدي، مش تايتانيك هي، ده فلتر بنزين بس عايز يتغير. انت هتفت يا سوبر، تعال صلحها انت بقى وانا اروح انقذ الناس. انت بقيت ضايق قوي يا عم مجدي في نفسك، ولسانك هو اللي عايز تركب له فلتر. الله 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 الله، ايه ده؟ بس يا كلب البحر انت يا عم مجدي، احنا بقالنا يومين في الشغلانه دي، في موديلات عربيات جديدة نزلت في اليومين دول وانت لسه ما خرجتش من الكبوت. انا نفسي اعرف بس ايه المشكلة بالظبط. اهو في ايه بقى؟ الفلتر صغير، عاوزين واحد اكس لارج. يا سلام، وفي لون معين تحبه ولا نقيلك على ذوقي حاجة كده تكون ماشية مع وش السلندر؟ اقفل يا عم مجدي. يلا بينا يا صلعت. والراجل اللي جوه يا عمو نسيبه شوف شغله ونشوف احنا مشاورنا بقى عشان نكسب وقت، زمان جدي مستنينا على نار. جده ده ولا 3 ساعات على بال ما يرجع البيت، انت فاكره رايح هيجيب حاجة من عند البقال وراجع؟ على رأيك، ربنا معاك يا جد ورجعك بالسلامة. عايزين نبقى نخش فيلم حلم جديد، انا بحبه قوي. وهو كمان بيشكر فيك يا ما يا عمو. يا ابني خلصني بقى، حرام عليك. ما تخلصوا يا استاذ، المحلول بتاع الراجل قرب يخلص وهيفيص كده. حالا يا فندم، حضرتك تأمرني يا فندم. انا ما بكرهش في حياتي حاجة قد ادب القروض بتاع خدمة العملاء ده. وانت التاني جاي تقدم على غاز، تعمل حسابك في كيس جلوكوز زيادة وغيار. خلاص يا فندم، اللي بعده. وأمرني يا فندم. أأمر إيه؟ عايز معاد عشان تيجوا تركبولي الغاز، والورق بتاعي خلصان أهو أهو. طيب يا فندم، علشان حضرتك وشك سمح وأنا حبيتك، لقيت لك معاد يوم 28. ها؟ معاد بعد 3 أسابيع عشان وشي سمح؟ أمال لو كنت واخد مطوة في قرتي كنت هتديني معاد إمتى؟ العفو يا فندم، ده أقرب معاد، العمال هيعدوا على حضرتك في اليوم ده. طيب الساعة كام؟ من 8 لـ4. وده معاد يعني ولا حضرتك بتخمن إنهم هيعدوا في المعاد ده؟ بتتوقع يعني إنهم يظهروا لي من 8 لـ4؟ بذمتك في حاجة في تاريخ مواعيد البني أدمين كلهم اسمها من 8 لـ4؟ يا جدو يا جدو، بقولك انت وشك سمح علشان كده اديت لك معاد من 8 لـ4، بقيت الناس بنديها مواعيد من 2 للـ5. تصدق بقى انا مش عايز غاز، واللي شغالين في مستودع مسيد بتاع الأنابيب أجدع منكو 1000 مرة. عن إذنك يا أستاذ. يا جدو يا جدو، اللي بعده. ده سوبر هنيدي، خد بالك من نفسك ومن كلب البحر. زمن القراصنة ولا إيه؟ خلي طالع منك جهالة، انت مش هبطل الحركات دي بقى يا ابن اللذينة يا صغير. صباح بغاشة باشا على كل واحد مستنينا، الويب او الكماشة ونزل شيش على شيخة فينا. سقف علشان هنم هنم جنبك وصحى وصحينا، سقف علشان هنم هنم جنبك وصحى وصحينا. سكرم وثانية يخرب ويد الدنيا، سقف علشان هنم هنم جنبك وصحى وصحينا. كلام ايه ده يا جدو؟ ما تحضرنا يا هنيدي، مفيهاش حاجة يا عم عبدين، الراجل بيقولك اخترع له نقاش آلي يدهله الشقة، مش فازة هي. انتوا عيلة مجانين كلكم. يا عبدين ساعدني، أنا مش لاقي صناعية خالص ومعنديش وقت. بص يا عبدين، آن الأوان إنك تخترع حاجة تنفع الناس. أنت تفتح مكتب تشطيب سوبر لوكس، تخترع لك نقاش ديجيتال على مبلط سيراميك وايرلس على سباكة فرنجي S6، وصدقني هتكسر مصر. تصدق ان انت اول مرة تقول حاجة صح من اول السيزون يا صلعت؟ اسمع كلامه عبدين، اهو تقب على وش الدنيا يا اخي، بدل البدروم اللي هتعيش وتدفن فيه ده.
انت سايبنا وقاعد تلعب على الفيسبوك؟ فيسبوك ايه؟ ده انا بحمل فيلم احمد حلمي الجديد جت سليمة. ده كلامه النبي، راجل مخترع زيك بيتفرج على افلام مسروقة؟ ينفع كده؟ ينفع تأذي الفنان اللي بتحبه؟ مش حبيبك حلمي ده ولا مش حبيبك؟ أعزيه في ايه؟ ما هو اكيد خد اخر قسط في اجره خلاص. فاش حاجة يا عمو، ده بيحمل فيلم، انت شايفه بيحمل رصيد حلمي اللي في البنك. اهو الجهل بتاعكم ده اللي ضيع السينما في مصر. يا جدو بلاش تلاكيك فاضية، هي كده كده ضيعة. الو. لا لا مش ممكن. وماله؟ خليك في الفانتر بتاعك يا مجدي. بقول لك ايه يا عبدين، ما 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 تشغل لنا حتة صغننة كده ناخد فكرة عن الفيلم. عاوز تتفرج على فيلم مسروق؟ حتة يعني، حتة يعني كده نشوف الفيلم صورته عاملة ازاي. مش لسه كنت عامل لي فيها طارق الشناوي من شوية وقعدت كده تقول ضيعتوا السينما بهدلتوا السينما؟ بلا طارق الشناوي بلا طارق لطفي، هي حتة وخلاص. ما هي كده بتبدأ بحتة وفجأة تلاقيك بتحمل الفيلم كله. خلاص مش عاوز من وشك حاجة، ولعلمك بقى العيال كلها مشيرينه على الفيس. فيس فيس. انت من اللي بيقولوا الفيس؟ ايوه يا اخويا، بقول الفيس والواتس والهايبر. عايز حاجه انت؟ الله يرحمه ابوك كان بيقول على الجبنه الركفور جبنه بقدونس. بقدونس. الله يرحمك يا بابا، جايب لي الكلام حاضر وغايب. محدش مرتاح. و احمد حلمي مش هيطلع معانا في الحلقه يا عمو؟ مرضيش يا عم، قال الاول تشيلوا الفيلم من على النت. انا هتجنن، فيلم لسه نازل امبارح، ازاي فجاه كده يبقى على النت؟ هو اللي بيسرق الفيلم وينزله على النت ده بيستفيد ايه يا عم؟ وهي العيال اللي ماشيه بمسامير في ايديها وعماله تجرح بيها العربيات بتستفيد ايه يعني؟ في ناس بتعمل دماغ بالاذيه، بتتكيف لما تعمل حاجه شمال. يا عم نيدي، يا عم نيدي ابوس ايدك، الزيت مال بوقي، بقول لك الزيت مال بوقي، طلعني بقى، طلعني اخويا. ما تطلعه بقى يا عمو، حرام عليك، كفايه. نوصل الورشه ونطلعه ونسيب له العربيه كمان، ما تقلقش. طب وهنعمل ايه بقى في موضوع الفيلم؟ وهو في غيره عبقرين الغبره طبعا. وهو صاحبك ما بلغش مباحث الانترنت ليه؟ بلغهم واحنا هنساعدهم. طب انا بقى ايه المطلوب مني دلوقتي؟ زي ما قلتلك هتخش على الموقع اللي منزل الفيلم وتعرف لنا مين الادمن وايميله ايه وبياناته اللي مسجل بيها نفسه. ها على الاقل نمسك خيط نتحرك وراه. بس اكيد يا عمو مسجل بيانات مزيفة، ممكن يزيف كل حاجة ما عدا المكان اللي بيعمل منه كل حاجة، ده اللي هيوصلنا ليه. ايه ده؟ ايه ده؟ مالك يا عم انت؟ ده الولد ده اصلا مش من مصر. نعم. بياناته بتقول انه في الكويت وحمل الفيلم ده في الكويت. ازاي الكلام ده؟ مستحيل طبعا، لان النسخه اللي على الموقع متصوره من سينما وهو الفيلم لسه ما اتعرضش بره مصر. تبقى تاهت ولقيناها يا عمو، حد صور الفيلم من سينما هنا وبعته للواد بتاع الكويت وهو اللي نزله عشان ما يتقفشوش. طب خش وقع له الموقع بتاعه. مش هتفرق كتير يا جدو، الاشكال دي مدام الفيلم في ايديها ممكن تحمله على النت من اي حته. اقفل له الموقع اهو، على الاقل يعرف ان في ناس بتجري وراه وبتدور عليه،
يمكن يخاف ولا حاجة. يخاف ايه يا جدو؟ بص على الافلام اللي الواد محملها على الموقع كده، ده في افلام لسه منزلتش السوق اصلا. طيب انا عندي فكرة، ده سوبر هنيدي. خد بالك من نفسك ومن كلب البحر. زمن القراصنة ولا ايه؟ دول خلي طالع منك ده، انت مش هبطل الحركات دي بقى يا ابن اللذين يا صغير. ادي البيانات عندك، وانت بشطارتك بقى تقدر توصل للواد ده. عايزين نعرف بس الفيلم خرج ازاي. انا بقول لك الشغلانه هاي بتاخد وقت. لو حياه ابوك الفيلم بيضيع، مفيش وقت يا خالد. ها باسرع ما يمكن. اوعدك في اسرع وقت ممكن، بس قول لي انت شاهدت الفيلم؟ شفت كام حته كده، والفيلم حلو قوي، عشان كده انا متحمس ننقذه. طيب زين زين، فيك تبعت لي رابط يا هنيدي؟ ايه رابط؟ سلام يا خالد، سلام سلام. قلت له اه طب اوكي جاهز. قال لي برضو مش هينفع. يا عم انت بلاش رخامه. ايوه يا جدعان الفيلم مسخره يا جدو. بس يا كلب البحر هتفضحنا. يا نهار اسود هنيدي هنيدي. طب اقفل اقفل. انا هخش استخبى في الحمام. انت عبيط يا انا، هيقول لنا مضلمين الشقه ليه وهيفقسها. هنقول لك كنا بنلعب ويجا يوجا اي حاجه. بتتفرجوا على الفيلم ها؟ اخي اخي عليكم، في ناس بيتخرب بيتها كل دقيقه وانتوا قاعدين مسخسخين هنا، وضحك كلب البحر جايب اخر الشارع، مفيش مشاعر خالص. يا ابني ده احنا بنتفرج على فيلم تاني. انا سامع صوت احمد حلمي. كنا بنتفرج على ميدو مشاكل يا عمو. والله ما حد مشاكل غيرك. المهم دلوقتي عابدين الواد ده رفع الفيلم من هنا عن طريق الايميل اكيد. مستحيل طبعا، لان الفيلم تقيل ومستحيل يشيلوا ايميل. لا شاطر يا اخويا، هو فعلا اتحمل على فيمو واتبعت للواد في الكويت لينك. دلوقتي احنا معانا كل الايميلات اللي الواد بيستخدمها، عايزين نفتش فيها بقى واحد واحد ونعرف مين اللي بعت له اللينك، وبعدين نعرف مكانه ونسلمه للبوليس وهم بقى يتصرفوا. امين عابدين؟ يلا بينا فورا. هموت واعرف هم عملوها ازاي. بقول لك ايه، ما تخليني اجي حفله ست، مش عاجبني الكاميرا دي، عايز اتصرف في واحده تانيه. حفله ست ايه يا عم حماده؟ انت عايز توديني في داهيه؟ ده اول يوم للفيلم يا حبيبي، حفله ستة دي هتبقى كومبليت. انا جايبك حفله 10 الصبح عشان ما فيهاش حد. بس ما بسش، انت عايز تاكل عليا الشغلانه يا معلم ولا ايه؟ بص الف واحد يتمنوا يجوا ياخدوا الفيلم ده. ها خلاص يا معلم، ما تقفش على اللي خلفونا. حلو، كل سنه وانت طيب، كشاتك بقى حلو عشان اخش اقول لهم يشغلوا الفيلم. اللي قول لي، هو انت بتستفيد ايه من الموضوع ده؟ بقول لك ايه، انت مش اخدت حلاوتك؟ انزل من على كتاف اللي خلفوني بقى وانجز قبل ما الناس تبتدي تيجي. ما تقلقش محدش هيجي، احنا لسه اصلا بنعلق القفيش. المنصورة؟ المنصورة معروفة بين شرقها الغربة، انهم اهل السوق والضيافة كلها. مهما تكون في اي حتة، مهما تكون في المنصورة، لازم تضحك دايما لانك انسان في الصورة. قلت ايه؟ ابن خالتك في ايدينا اهو، ولو الفيلم ده نزل على النت تاني هجيبك وهكتفك زيه. انت بتخوفني يعني؟ لعلمك بقى انا هنزل الفيلم تاني النهاردة عشان تبقوا بقى تقفلوا لي الموقع. ابو سيدك اسمع، هتشيل الفيلم هينفخوني ياض. حاول تطول معاه كمان دقيقتين بس. حتى لو شلته فاكر يعني ان انا بس اللي بحمل افلام واشربها؟ لا حلو، احنا كتير كتير قوي. كتير قد ايه يعني؟ قدك انت واللي يشدد لك. مش مهم، كتير كتير اهو، دينا مسكنا واحد وهنخليه عبره. ها قلت ايه؟ اعملوا فيه اللي يريحكم، انا معرفوش اصلا. ارفع يدك. انا بريء يا باشا، بريء. نادي كيف الحال؟ أي